السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية دكاترة. إن شاء الله اليوم راح نكمل معكم في محاضرات الأوسكل هيستوري بالنسبة لمادة البيدياتريك، وموضوع اليوم إن شاء الله راح يكون عن الجوندس. موضوع الجوندس هي المواضيع المهمة اللي كثير راح بتيجي بالامتحانات وكثير أصلا بتشوفها بالمستشفيات، وفعليا الجوندس هو موجود عندكم 3 هيستوريات، ولكن إحنا جمعناهم كلهم بملف واحد بحيث إنه نسهل عملية الحفظ والتذكر. فيعني فعليا إحنا راح نحكي عن أول شيء النيونيتال جوندس. نيونيتال جوندس راح نقسمه لإندايركت ودايركت زي ما راح نشوف كمان شوي، وبالنهاية راح نحكي عن التشايلد جوندس أو البيدياتريك جوندس بشكل عام. طيب بالبداية قبل ما نبلش بالجوندس خلينا نتذكر شوية فيسيولوجي. هاي الفيسيولوجي راح تراجع يعني راح تساعدنا إنه نتذكر المعلومات، نفهم المعلومات، نفهم كل مرض كيف بيصير عندي، بحيث إني بناء على هذا المرض أفهم هو إندايركت أو دايركت ومتى طريقة حدوثه وكيفية حدوثه. طيب احنا زي ما بنعرف فعليا البيليروبين من وين بتكون عندي؟ البيليروبين بتكون عندي فعليا من تكسير خلايا الدم الحمراء. وركزوا على الكلام اللي بحكيه، تكسير خلايا الدم الحمراء، بدنا نخلي هاي الكلمة ببالنا. انا لما بتكسر عندي خلايا الدم الحمراء اوصل للهيموجلوبين، الهيموجلوبين لما يتكسر راح يعطيني اللي هو البيليروبين. البيليروبين راح يكون عندي وقتها برا الليفر، هذا الناتج عن التكسير بنسميه اللي هو ان كونجوجيتد بيليروبين. هذا الان كونجوجيتد بيليروبين بكون انسوليبل ووتر، بكون بالتالي بكون ما بقدر يمشي بالدم، بالتالي بكون محمول على اللي هو الالبومين. طيب هذا الان كونجوجيتد بيليروبين بيجي على الليفر، وظيفه الليفر فعليا عندي عن طريق انزيمات موجوده بالليفر. مين اللي هذا الاسم الانزيم اسمه اللي هو اليو جي تي. هذا الانزيم بشكل رئيسي مسؤول عن انه ياخذ هذا الانكونجوجيتد بيليروبين ويحوله عندي لكونجوجيتد بيليروبين ويحطه عندي بالجول بلادر على شكل كونجوجيتد بيليروبين بحيث انه يختلط مع البايل. اذا فعليا بالوضع الطبيعي انا عندي تكسرت خلايا الدم الحمراء، هاي تكسير خلايا الدم الحمراء تكون عندي الانكونجوجيتد. الانكونجوجيتد الليفر احتوت هذا الانكونجوجيتد عن طريق اليو جي تي وحولته لكونجوجيتد بيليروبين. الكونجوجيتد بيليروبين حكينا بكون موجود عندي في الجول بلادر، بيختلط مع البايل، بيكون احد مكونات البايل، وبنفرز هذا البايل زي ما بنعرف بعملية الهضم وبوصل عندي للانتستين. لما يوصل عند الانتستين ايش اللي بيصير فعليا عندي؟ بيصير في له اكثر من تفاعل عن طريق انزيمات موجودة وعن طريق البكتيريا الموجودة. خلينا نشوفهم بالصورة الثانية اللي عندي هون. اذا نراجع الار بي سي تكسرت لعندي للانكونجوجيتد بيليروبين، حكينا محمول على الالبومين، ودخل عندي وعن طريق الانزيم اللي هو اليو جي تي او اليو دي بي جي تي تحول عندي لكونجوجيتد بيليروبين جوا الليفر. هسه هذا جوا الليفر اللي هو الدايركت بيليروبين اللي حكينا بكون ووتر سوليبل انتقل عندي نزل عندي بالامعاء. لما ينزل عندي حكينا عن طريق الجت بكتيريا وعن طريق الانزيمات الموجوده في هاي البكتيريا وعن طريق اكثر من تفاعل بتحول لشيء رئيسي عندي بنسميه اللي هو اليوروبيلينوجين. هذا اليوروبيلينوجين مهم جدا عندي، ليش؟ لانه هذا اليوروبيلينوجين راح يتحول عندي لاكثر من شغله. 80% منه راح يتحول لشيء بنسميه اللي هو الستيركوبيلين. هذا الستيركوبيلين شو وظيفته؟ بعطي عندي الستول اللون البراون تبعها. اذا فعليا انا عندي وجود البيليروبين بالاول وتحول وكل الاشياء او السايكل هاي دخل فيها بالنهايه ادى انه هذا بدي اتخلص انا من البيليروبين. كيف اتخلص منه؟ وصلته لليوروبيلينوجين، 80% تحول منه على ستيركوبيلين اعطاني البراون ستون. ال 20% اللي ضلوا في جزء بروح على الكدني وبتحول ل بنزل في اليورين از يوروبيلين، بعطيه برضه اليورين عندي اليلو كلر، وجزء بصير له انتيرو هيباتيك سيركيليشن. ركزوا لي على الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. اذا هاي ال 20% 10% منها بروح بتنزل باليورين، و 90% منها انتيرو هيباتيك سيركيليشن زي كاني برجعه لليفر. يعني فعليا انا البيليروبين اللي تكون عندي جزء منه طلعته بالستول اعطاني البراون كولر ستول، جزء طلع عندي في اليورين، وجزء ضل في الجسم رجعت استخدمته او رجعته بالانتيرو هيباتيك سيركيليشن. هاي بشكل عام الشيء اللي راح نحكي عنه. طيب معناته الامراض اللي راح تكون عندي هي ريليتد لهاي العمليه الموجوده، بالتالي انا مثلا لو زاد عندي تكسير الار بي سي، هاي اول شغله بدنا نحكي عنها، لو زاد عندي تكسير الار بي سيز كثير، كان في عندي عم يتكسر الار بي سيز لاي من الاسباب اللي راح نحكي عنها لقدام. لما يتكسر الار بي سي كثير بالتالي بتكسر الهيموجلوبين كثير، بصير في عندي ان كونجوجيتد بيليروبين كثير، ولما يزيد الان كونجوجيتد بيليروبين الليفر راح يبطل يلحق يحول كل هذا الان كونجوجيتد لكونجوجيتد، والان كونجوجيتد هذا اللي ضل وما تحول بطريقه او اخرى راح يسوي لي اللي هو الجوندس او الاصفار اللي راح يصير عندي بهذا الطفل. اذا زياده الار بي سيز، زيادة تكسير الار بي سيز خصوصا سواء اني انا في عندي مشكلة في الدم، انا زايد عندي الدم، هاي الاسباب كلها راح نشوفها كلها بالنهاية هاي راح تؤدي انه يصير في عندي جوندس. اذا هاي احد المين ميكانيزم. مين ميكانيزم ثاني عندي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. انا فعليا حكينا
جزء بروح بالستول، جزء بروح باليورين، وجزء بروح بالانتيروهيبيتك سيركيليشن. لو زادت الجزئيه هاي اللي بترجع بالانتيروهيبيتك سيركيليشن، طيب لما تزيد هاي الجزئيه اللي بترجع عندي بالانتيروهيبيتك سيركيليشن، معناته انا مش عم بطلع البيليروبين، عم بضل برجع بالبيليروبين، بالتالي تراكم البيليروبين بالنهايه راح يؤدي انه يصير في عندي جونز. اذا المين ميكانيزم احنا للديزيز، يا زادت الار بي سيز حكينا كيف وزاد التكسير، يا الانتيروهيبيتك سيركيليشن راح تزيد وبرضه راح نحكي ايش هي الامراض اللي بتزيدها، يا انه مثلا عندي مشاكل في الابتيك، انا الليفر الانزيم هذا اليو جي تي مش قادر ياخذ الانكونجيجيتد بيليروبين ويحوله، بالتالي انا في عندي مشاكل في هذا الانزيم، في عندي مشاكل في الابتيك، بالتالي راح يضل يزيد عندي الانكونجيجيتد بيليروبين اللي حكينا عنه وبرضه يسوي لي جوندس، او حكينا يا مشكله في الابتيك يا مشكله عندي بنفس الانزيم انه في ابتيك بس هذا الانزيم مش عم بحول عندي. طيب برضه كمان ممكن يكون في عندي ديزيز، مثلا انا لو الكونجيجيتد بيليروبين دخلته كان انكونجيجيتد، دخلته على الليفر حوله الكونجيجيتد، ولكن هذا الكونجيجيتد اللي طلع من الليفر واموره سليمه ومحطوط عندي بالجول بلادر مش قادر يطلع من الجول بلادر ويوصل عندي. ده تخيل انا لو مش قادر يطلع عندي، برضه هذا راح يكون احد الديزيز، وهذا احد اشهر الديزيز بالاطفال اللي بنسميه اللي هو البيلياتريزا. البيلياتريزا بكون كل شيء تمام، بس بوست هيباتيك بعد ما طلعنا من الليفر بدنا ننقل هذا البيليروبين على الانتستين ما بنتقل عندي، لانه بكون في عندي مشاكل في البايل داكت، بتكون فيها اتريزيا، بتكون مسكره، هذا برضه احد الامراض اللي راح تكون عندي. طيب خلينا نتخيل هذا المرض ايش راح يصير في عندي هون. فعليا انا ما في عندي كونجيجيتد او وصلنا للكونجيجيتد بيليروبين، ولكن هذا الكونجيجيتد بيليروبين ما راح يوصل للانتستين، ما راح يوصل للجت بكتيريا، ما راح يتحول لليوروبيلينوجين، بالتالي ما راح يتكون عندي الاستيركوبيلين، بالتالي ما راح يكون لون السول عندي، ما راح يكون لونها براون، راح يكون لونها بيل. ليش؟ لانه هي بتكون براون من الاستيركوبيلين اللي نتج عندي من اليوروبيلينوجين اللي هو نتج عندي من تحويل الكونجيكات بيليروبين. طبعا اذا مش قادر انقل كونجيكات بيليروبين للانتستين ولا احاوله ولا اكون استيركوبيلين، معناته انا السول عندي راح يكون لونها بيل. نفس الشيء بالنسبه لليورين. بالتالي مثلا انا لما اجي كمان شوي بالهيستوري احكي، اول سؤال راح اسال المريض انه هل صار في تغير مثلا بلون السول بالنسبه للطفل؟ اذا قال لي والله والله بيل السول، معناته بدي اعرف انه هون انا المشكله ما في عندي، يعني المشكله راح تكون دايركت بيليروبين، ما في عندي كل البيليروبين مش واصل عندي، كل الكونجيجيتد بيليروبين مش واصل عندي. بينما اذا كان مثلا كل المشاكل الثانيه هاي اللي حكيناها ما راح تاثر عندي لون السول، بالعكس عادي راح يكون لون السول طبيعي. لانه ليش؟ مثلا انا لو زاد عندي تكسير خلايا الدم الحمراء، اوكي زاد تكسير خلايا الدم الحمراء، احنا السايكل تاعتنا ماشي وضلت ماشي، وصلت السول عندي لون براون، بس في عندي زياده عليها، هاي الزياده هي اللي راحت على الدم وصوت عندي اصفرار او صوت عندي الاصفار اللي هو الجونس. بالتالي مهم نكون نميز كل هاي الاشياء وكل هاي الاعراض. خلينا نبلش هسه كالعاده، احنا لما بلشنا الهيستوري اخذنا شويه هيستولوجي، هسه بدنا نبلش بالديفرنشال دياجنوستس تاعونا اللي بهمونا بالنسبه لنا. طيب اول شيء بالنسبه للجوندس، بالنسبه للنيونيتال جوندس في عندي مصطلحين رئيسيين، في عندي فيسيولوجيك وفي عندي باثولوجيك جوندس بالنسبه للنيونيت. ايش يعني فيسيولوجيكال جوندس؟ يعني هذا الجوندس ما بكون بسبب اي مرض معين، هذا الجوندس طبيعي بكون من اليوم الثاني لليوم الرابع. مهم نكون عارفين متى الايام، مهم بالضبط وبالدقه الايام هاي. فمثلا لو اجاني جوندس الطفل خلال اول 24 ساعه بحلف عليه 100 يمين هذا انه الطفل مش فيسيولوجيكال جوندس، هذا حيكون باثولوجيكال جوندس. بينما الفيسيولوجيكال جوندس غالبا تكون عندي من اليوم الثاني لليوم الرابع. دائما الفيسيولوجيكال جوندس احنا زي ما حكينا يا راح يزيد عندي الدايركت بيليروبين يا راح يزيد عندي الاندايركت بيليروبين حسب ايش الديزيز. مثلا حكينا لو بتزيد مثلا تكسر خلايا الدم الحمراء صار في عندي هيموليتس راح يزيد الاندايركت، ولكن مثلا حكينا في البيليري اتريزيا راح يزيد حكينا هون بزيد الاندايركت، في البيليري اتريزيا راح يزيد عندي الدايركت بيليروبين. ليش؟ لانه انا كله كان تمام وحولته تمام ولكن مش قادر اصرفه، بالتالي كان متحول عندي الدايركت او الكونجيجيتد بيليروبين ومش قادر اصرفه فصار الكونجيجيتد بيليروبين، هذا هو اللي يرجع الدم ويسبب لي الاصفار. طيب بدي اكون عارف انه بالفيسيولوجيكال جوندس دائما بتكون اندايركت هايبر بيليروبينيميا، بينما الباثولوجيكال في منها اندايركت ودايركت. يعني بالتالي انا لو اجي احلل طفل واعرف انه عنده دايركت هايبر بيليروبينيميا بدون ما اعرف اي هيستوري، بدون ما اعرف اي شيء، بدي اعرف انه هذا الطفل مستحيل يكون فيسيولوجيكال، دائما هذا الطفل راح يكون باثولوجيكال. بينما اذا كان اندايركت ممكن يكون حكينا فيسيولوجيكال او ممكن يكون باثولوجيكال، بالتالي فيسيولوجيكال حكينا دائما يكون اندايركت. طب ليش بصير في عندي فيسيولوجيكال جوندس؟ سببين رئيسيات. اول شيء انه الطفل هو صغير بكون شوي عنده بوليسايثيميا، هاي البوليسايثيميا ممكن تكون باثولوجيكال زي ما رح نحكي كمان شوي، بس ممكن تكون فيسيولوجيكال، بكون في عندي شوي زياده في خلايا الدم الحمراء، زياده في الهيموتوكريت، خصوصا زي ما بنعرف احنا بالوضع الطبيعي العمر الطبيعي للار بي سي 90 يوم او 120 يوم، ولكن مثلا بالاطفال بكون اكثر، بكون اقل، بكون 60 ل 70 يوم، بالتالي بكون تكسر هاي الخلايا
بشكل اسرع، بالتالي راح يزيد عندي الهيماتوكريت، وزي ما حكينا لما يزيد عندي الهيماتوكريت راح يزيد التكسير ونمشي بنفس الميكانيزم ونوصل الى اندايركت هايبربيليروبينيميا، او للطفل بكون لسه خلال اول يومين من حياته لسه مش كل جسمه شغال بالوضع البيرفكت او بالوضع الاوبتيمال، بالتالي الانزيم اللي هو اليو جي تي ما بكون شغال تمام، البكتيريا اللي بتكون موجوده في الجد زي ما شفنا قبل شوي اللي بتساهم عندي في التحويل ما بتكون ماشي تمام وما تكون شغالة تمام، بالتالي البكتيريا هاي مش شغالة راح تزيد عندي الانتيروبيتك سيركوليشن ويزيد عندي الجوندس، او مثلا كل اليو جي تي هذا مش شغال تمام بالتالي راح يزيد عندي الاندايركت هايبر بيليروبينيميا. هذا مين اللي لا الفسيولوجيكال جوندس. طيب بالنسبة للباثولوجيكال جوندس حكينا كم شغلة عنهم، دائما بتكون الباثولوجيكال يا دايركت يا اندايركت، ممكن تكون دايركت ممكن تكون اندايركت. اذا كانت خلال اول 24 ساعه بحلف عليها انها باثولوجيكال، بعد ال 24 ساعه باليوم الثاني الثالث الرابع بعد اسبوع بعد اسبوعين هاي ممكن تكون فيسيولوجيكال ممكن تكون باثولوجيكال، ولكن مين الفيسيولوجيكال حكينا من اليوم من اليوم الثاني واليوم الرابع، بعد الرابع نادر ما تكون فيسيولوجيكال، ودائما اول 24 ساعه دائما عندي باثولوجيكال. وحكينا دائما بالباثولوجيكال هاي الارقام لازم نكون عارفينها، انه التوتال بيليروبين عندي بالوضع الطبيعي بيكون اكثر شيء 2، ولكن اذا كان عندي فوق ال 15 هذا بحلف عليه انه باثولوجيكال. يعني مثلا بالفيسيولوجيكال حكينا الطبيعي 2 ممكن يوصل 4 ممكن يوصل 5 بس ما بوصل ارقام عاليه، بينما اذا وصل رقم عالي عندي زي 15 فوق ال 15 ملغ لكل دي سي لتر عندي البيليروبين معناته هذا بقدر احلف عليه 100% انه هو باثولوجيكال جوندس. او الشغله الثالثه اذا بزيد كل يوم اكثر من 5، يعني اليوم كان 2 بكره صار 7 او 8 بعده صار 15، لما يزيد اكثر من 5 باليوم هذا مستحيل يكون باثولوجيكال ودائما راح يكون عندي باثولوجيكال. طيب الباثولوجيكال حكينا في منه دايركت وفي منه اندايركت حسب ايش اللي بزيد عندي، اندايركت هايبر بيليروبين او الدايركت هايبر بيليروبين. وهون راح نبلش احنا الديفرنشال دايجنوسيس تبعنا بالنسبه لنا. طيب نبلش بشكل رئيسي عندي بالاندايركت هايبر بيليروبينيميا. انا اجاني طفل عنده صفار، عرفت انه هذا الصفار عندي باثولوجيكال، حكينا لنا نقسمه يا اندايركت يا دايركت. الاندايركت اول سؤال بدي اساله لحالي، هل انا صار في عندي اوتو اميون رياكشن؟ هل صار في عندي اوتو اميون رياكشن في جسم هذا الانسان؟ هل الكومب اللي هو التحليل اللي بيحدد اذا في عندي اوتو اميون رياكشن او لا كان بوزيتيف ولا لا؟ طيب اذا كان الكومب بوزيتيف يعني صار في عندي اوتو اميون رياكشن، انا هون انحصرت الخيارات عندي، يا كان في عندي اي بي او انكومباتيبلتي او ار اتش انكومباتيبلتي او نادر جدا اللي هو الماينر بلاد جروبس. ايش يعني؟ يعني مثلا لو الطفل زمر دمه غير عن زمر الدم الام عن زمر الدم الام عفوا، وصار اختلاط بين طفل الدم وطفل الام وصار في تفاعل بين هاي الانتي بوديز الموجوده وخلايا الدم الموجوده ب الطفل، اذا مثلا الانتي بوديز هاجمت هاي الخلايا وكسرتها، هي حكيتها انا تكسرت خلايا الدم الحمراء تاعت الطفل، بالتالي زدنا تكسير الار بي سيز، مشينا بنفس الميكانيزم تبعنا زدنا الاندايركت بيليروبينيميا، بالتالي صار في عندي اندايركت. هذا في حاله الاي بي او انكومباتيبلتي. وفي عندي كمان الار اتش، الار اتش كيف بتكون؟ اللي هو بنعمل العامل الرايزيسي او العامل الرايزوسي، هذا لازم نسال، او يعني مستحيل يكون هذا الطفل الاول لا الام، لازم يكون في له اخوان اكبر منه ومنهم اتكون الانتي بودي بالنسبه للام، تفهموا عنه اكثر ان شاء الله لما تاخذوا ميجر النسائيه. اذا هي اول differential بالنسبة لنا الـ ABO incompatibility، هذا كيف بدي أسأل عنه؟ بسأل إيش زمر الدم الأم؟ إيش زمر الدم الطفل؟ هل الطفل صار له أي blood transfusion؟ والـ RH مهم أسأل إيش ترتيب الطفل بين إخوانه؟ لو كان مثلا الأول بين إخوانه بستثني مستحيل يكون الـ RH، الـ RH دائما يكون من الطفل الثاني أو أكثر، والماينر blood group تقريبا نفس الـ ABO incompatibility. طيب أنا لو سويت الكوم وطلع عندي نيجاتيف معناته أنا ما صار في عندي autoimmune reaction، أنا صار في عندي هون تكسير للدم بسبب autoimmune reaction. طيب لو كان عندي نيجاتيف معناته انا صار في عندي تكسير للدم ولكن ليس بسبب اوتو اميون رياكشن. طب بسبب شو؟ هون قسمناهم حسب اذا الهيموجلوبين عندي عالي او اذا الهيموجلوبين عندي نورمال او واطي. طيب اذا الهيموجلوبين عندي عالي، اذا منطقيا انا صار في عندي تكسير لخلايا الدم والهيموجلوبين عندي عالي، يعني انا في عندي دم زياده، وهذا الدم الزياده لانه الهيموجلوبين عالي بالتالي في عندي ار بي سي زياده وعم تتكسر هاي الار بي سيز، مع تكسر هاي الار بي سيز ادى انه يتكون عندي الاندايركت هايبر بيليروبينيميا. طب متى انا بكون في عندي دم زياده؟ ايش هي الحالات اللي بكون في عندي بوليسايثيميا؟ اول حاله عندي اللي هي التوين ترانسفيوجن سندروم. هاي السندروم ممكن تاخذوها بنسائيه او ما بعرف اذا اخذتوها ولا لا، هي عباره عن سندروم بتكون الطفل الام اللي حامل بطفلين توأم بتكون مثلا تغذيه البلاسينتا لواحد من التوائم اكثر من الثاني، زي كانه واحد من التوائم عم ياكل اكل الثاني او عم ياخذ دم الثاني، بتلاقي رح تلاقي واحد في عنده نقص في الدم، واحد في عنده اي يو جي ار وزنه قليل، وواحد على العكس، واحد رح يكون في عنده دم كثير، في عنده بوليسايثيميا،
وراح يكون في عنده مشاكل ثانيه، راح يكون في عنده ايديما، راح يكون في عنده هارت فيلر، بالتالي راح يكون زي ما حكينا توين ترانزيشن سيندروم. هاي كيف بدي اسال عنها؟ راح اسال هل الحمل هذا كان توام ولا لا. اذا كان توام مثلا ممكن اشك بتوين ترانزيشن سيندروم. ونفس الشيء ماتيرنال فيتال ترانسفيوجن. ديليت كورد، ايش عن ديليت كورد؟ احنا بنعرف بعد الولاده خصوصا الولاده الطبيعيه نترك الطفل تقريبا من نص دقيقه لدقيقه او ممكن لحد دقيقتين حتى نعمل كلامبينج بالامبلاكال كورد، نقطع الحبل السري. ليش؟ بنحاول انه ننقل الدمات اللي موجودين عندي بهذا الحبل السري بحيث انهم ينزلوا عند الطفل، بحيث ان الطفل ما يصير في عنده انيميا. هذا الوضع الطبيعي، ولكن مثلا لو تركته 5 أو 10 دقائق هون راح يبلش الطفل ياخذ دم زياده عن الحاجته، راح ياخذ دم زياده عن الموجود بالامبلاكال كورد، ممكن ياخذ دم من الام، بالتالي بنفس المنطق صار في عنده بوليسايثيميا. هاي الدم الزياده بده يتكسر، بده يتكسر بالليفر اللي مش قادر يتكسر او بطل يلحق انه يكسر، بالتالي راح يصير في عندي اندايركت هايبر بيليروبينيميا. بالتالي بالهايموجلوبين انا بالديليت كورد راح اسال مثلا في الولاده ممكن اسال الام انه هل طول ولا سووا الامبلاكال كورد كلامبينج ولا لا. نفس الشيء بالنسبه للاي يو جي ار. الاي يو جي ار هو الطفل اللي بيكون اصغر من حجمه، سمول فور جستيشنال ايج، لاسباب راح نشوفها ونسال عنها كمان شوي. بس الاي يو جي ار هو الطفل اللي بيكون في عنده حاله هايبوكسيا، واي طفل احنا نكون عارفين انه اي طفل بيكون في عنده هايبوكسيا وهو في رحم امه راح بسبب هاي الهايبوكسيا راح يستجيب جسمه بحيث انه يصنع خلايا دم حمراء اكثر بحيث انه يحاول يعوض نقص هذا الاكسجين، بالتالي راح يكون عندهم بوليسايثيميا. بالتالي الاي يو جي ار والانفنت اوف ديفيدك مثلا هذول راح يكون في عندهم هايبوكسيا، وهاي الهايبوكسيا راح تؤدي انه بزياده الار بي سي، زياده تصنيع الار بي سي، وبالنهايه راح ينتج عندي البوليسايثيميا. حكينا زاد عندي الار بي سي، زاد تصنيع هاي خلايا الدم الحمراء، لما تتكسر هاي الخلايا الدم الحمراء يتكسر البيليروبين اللي فيها، الليفر راح يبطل يلحق يحول كل هذا الانكونجوجيتد لكونجوجيتد، بالتالي الانكونجوجيتد هذا الاندايركت هايبر بيليروبينيميا راح يزيد وينتشر بالدم ويسوي عندي اللي هو الجوندس. هذا في حال كان عندي الهيموجلوبين عالي. طيب في حال كان عندي الهيموجلوبين نورمال او لو، في واحدة راح اضيف لكم اياهم عليها اللي هي النقطة الثالثة اللي هو في حالة الهيمرج او الكفاله هيماتوما بروزنج. نعرف احنا الكفاله هيماتوما بروزنج هو عبارة مثلا لو الطفل صار له تروما، سواء هاي التروما كانت خلال نفس الولادة، اذا استخدمنا مثلا انسترومنت، اذا استخدمنا فورسبس او فاكيوم، الطفل بيكون زي عنده انتفاخ براسه، هذا الانتفاخ بيكون معبى دم، هذا هو اللي بنسميه اللي هو الكفاله هيماتوما. او مثلا وقع الطفل لا سمح الله اول من ولد او شيء زي هيك، هون الطفل راح يكون في عنده حكينا تجمع للدم في راسه، بالتالي نفس المنطق تجمع في الدم، هذا الدم بده يتكسر، بالتالي لما يتكسر راح يؤدي انه يصير في عندي اندايركت هايبر بيليروبينيميا، ولكن هون لانه الدم ما بكون موجود عندي بالفيسلز بالتالي ما راح يكون محسوب عندي بالهيموجلوبين، بالتالي حيكون نورمال او اور لو هيموجلوبين. اذا هيك خلصنا من الهيموريج او الكفاله هيماتوما بروزنج. طيب ايش في حالات انا عندي كمان بتكسر الدم؟ ما بتكسر بسبب اوتوميون رياكشن الكم تبعه نيجاتيف، وما بتكسر وما في عندي الهيموجلوبين عندي مش عالي، ما في عندي بوليسايثيميا. طيب خلينا نشوف ايش الحالات. اول 4 ديزيزز هم عباره عن G6PD مينلي، خلاص احنا لو نتذكر G6PD فيهم كافي، بس خلينا نقراهم الباقيين. G6PD او سيروسايتوسيس او ليبتوسايتوسيس او بايروفيت كرانيز، هاي ايش بتكون؟ هي احد مشاكل الانيميا، احد بتكون في عندي مشاكل في الار بي سي سواء في الانزيمات او مثلا في السيل ميمبرين زي سيروسايتوسيس، في الانزيمات حكينا زي G6PD ديفشنسي. هون هاي المشاكل الموجوده عندي بالار بي سي بتؤدي انه تتكسر هاي الار بي سي، تتكسر خلايا الدم الحمراء اكثر من الطبيعي او زياده عن الطبيعي، بالتالي لما تتكسر نرجع للميكانيزم تبعنا، زاد الاندايركت هايبر بيليروبينيميا وصار في عندي جونز. اذا حكينا سفيروسايتوسيس، ليبتوسايتوسيس، G6PD، بايروفيت كرانيز، كيف نسال عنهم؟ G6PD اخذناه في المحاضره الماضيه في اليرد يورين، عرفنا كيف نسال عنه، هل الطفل اخذ اي فافا بينز؟ هل الطفل اخذ اي دراجز؟ من اهم الدراجز المسؤوله عن G6PD ديفشنسي، او يعني هي بتعمل اكزربيشن للG6PD ديفشنسي اللي هم السلفا دراجز، اذا حكينا فافا بينز، سلفا دراجز، هل الطفل صار في عنده اي ستريس، اي فيفر؟ ومهم كمان نسال عن الفاميلي هيستوري، في حدا بالعائله عنده G6PD؟ نفس الشيء سيروسايتوسيس مهم نسال عن الفاميلي هيستوري، وكمان هذول غالبا بكونوا مثلا بكون هذا المرض وراثي موجود في العائله، واحد من العائله بنسال مثلا شو علاجه هو السيروسايتوسيس، انه نعمل ازاله للسبلين، بالتالي بنسال هل مثلا حدا من العائله عامل سبلينكتومي عشان نستثني مثلا السفيروسايتوسيس عندي. طيب اذا بالنسبه للنورمال او الهيموجلوبين خلصنا من اول 4 أمراض اللي هم حكينا ريليتد للانيميات اللي هم G6PD ومين والسيروسايتوسيس، الهيمرج والكفاله هيماتوما شبكناها هناك خلصنا منها. ضل هيك احنا يعني زي كانه خلصنا الميكانيزم الاول اللي كان عندي اللي هو زياده الار بي سي، احنا قبل شوي حكينا
في عندي تقريبا او ثلاث او اربع ميكانيزمات شغالين عندي. اول شيء زياده الار بي سي، وحكينا زياده تكسير عفوا الار بي سي، زياده تكسير الار بي سي يا بسبب زياده نفس الار بي سي بوليسايثيميا، يا انه انا في مثلا في عندي مشكله اوتو اميون هيموليتيك وحكينا عنها، يا عندي هيموليسيز ولكن هذا الهيموليسيز نون اوتو اميون، حكينا مثلا دي 6 بي دي سفيروسايتوسيس وغيره. طيب المشكله الثانيه حكينا عنها اللي هي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، اذا زادت الانتيرو هيباتيك سيركيليشن حكينا احنا الانتيرو هيباتيك سيركيليشن نتخلص من جزء بالستول، نتخلص من جزء باليورين، وجزء بيرجع عندي للليفر اللي هو الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. لو زادت الكميه اللي بترجع عندي للليفر راح تؤدي بالنهايه انه يصير في عندي جونز وغالبا واندايركت. طيب الانتيرو هيباتيك سيركيليشن امتى بتزيد عندي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن؟ في عندي حالتين رئيسيات، اول حاله اللي هي البول اوبستراكشن، ثاني حاله اللي هي البريست فيدنج. طيب كيف البول اوبستراكشن راح تسوي عندي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، او ايش هو الديزيز المين اللي مسؤول عندي عن البول اوبستراكشن؟ خصوصا احنا بنحكي عن النيونيت، مين اللي راح نفكر اللي هو ب الكونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوسيس او مين البايلوريك ستينوسيس؟ نعرف البايلوريك ستينوسيس بتكون عندهم تضيق في البايلورس تبع المعده نهايه المعده، بالتالي هذا الطفل راح يجيك بفوميتنج اول ما ياكل او اي شيء، بس راح يوصل المعدة عنده ما يقدر يكمل، بالتالي بده يطلعه يخلص منه، بنسميه اللي هو نان بيليس فوميتنج. ليش نان بيليس؟ لانه ما وصل عندي الدودنم مكان ما بفتح عندي الامبولا اوف فاتر عشان يكون في بايل داكت، بالتالي ما في بايل داكت، بالتالي يكون في عندي ابدومينال بين، ابدومينال ديستنشن اند نان بيليس فوميتنج خصوصا افتر ايتنج. هذا بالنسبه للبول اوبستراكشن كونه الطفل اصلا راح يدخل عندي بمرحله جفاف ما عم يتغذى، بالتالي الجسم بحاول يرجع كل السوائل الموجوده فيه، ومن هاي الاشياء برجع اللي هو الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. هذا بالنسبه للبول اوبستراكشن. طيب بالنسبه للبريست فيدنج، هل البريست فيدنج ممكن يسوي عندي جوندس؟ بنميز هون في نوعين عندي من الجوندس ريليتد للبريست فيدنج، في شيء بنسميه بريست فيدنج جوندس وشيء بنسميه بريست ميلك جوندس. بريست فيدنج جوندس انا في عندي مشكله في الرضاعه، يعني الطفل ما عم يرضع منيح، سواء كانت المشكله من نفس الطفل، في عنده مشكله مثلا بالسكينج مش قادر يرضع، مش عم يعرف يرضع، او مثلا مشكله في الام انها مش عم بتطلع الحليب الكافي او حليبها ما عم ينزل. اذا حكينا بالنسبه للرضاعه في عندي بريست فيدنج بريست ميلك. بريست فيدنج مشكله في الرضاعه، الطفل ما عم يرضع سواء منه او من الام، بالتالي الطفل ما عم يرضع كويس، تذكروها معي، ما عم يرضع كويس، ما عم يتغذى كويس، بالتالي ما عم يخرج كويس، بالتالي البيلروبين راح يزيد الانتيروبيتك سيركيليشن ويضل موجود في جسمه، لانه الطفل ما عم يرضع كويس، ما عم يخرج كويس، البيلروبين ما عم يطلع عندي مع الاستول، البيلروبين ضل موجود في جسم هذا الطفل، بالتالي زادت الانتيروبيتك سيركيليشن، بالتالي الطفل صار في عنده جوندس. هذا بالنسبه للبريست فيدنج جوندس. شو العلاج؟ العلاج انك تزيد الفريكونسي تاعيت اللاكتيشن او البريست فيدنج، واذا كان ما في مثلا الام عندها حليب تحاول تشوف حدا يرضعه، او مثلا للحل الاخير انه نلجا له الحليب الصناعي. طيب النوع الثاني عندي اللي هو البريست ميلك جوندس، سريعا نحكي عنه. شو مشكله البريست ميلك جوندس؟ البريست ميلك جوندس فعليا انا نفس الحليب، احنا لو شفنا هون حكينا انه مثلا الكونجوجيت بيليروبين عندي الجت بكتيريا بتحول هذا الكونجوجيت بيليروبين لا اليوروبيلينوجين، وهذا اليوروبيلينوجين حكينا كيف بتوزع عندي. طيب الجت بكتيريا كيف بتحوله؟ عن طريق انزيم موجود عندها بنسميه اللي هو انتستينال بيتا جلوكورونايديز، هذا الانزيم بيكون موجود عندي بالجت بكتيريا. هذا الانزيم نفسه بيكون موجود عندي بحليب الام، يعني حليب الام نفسه بيحتوي على كميات عاليه من هذا الانزيم، بالتالي تخيل انه كميات عاليه من هذا الانزيم ونفس الطفل عنده الجت بكتيريا، بالتالي راح احول كل الكونجوجيتد بيليروبين لا انكونجوجيتد، يعني الكميه اللي داخله هون، فلنفرض انه زادت الكميه، بالتالي زادت كميه اليوروبيلينوجين، بالتالي يعني كنسبه تناسب راح تزيد الانتيرو هيباتيك سيركيليشن. يعني لو كان انا مثلا الانتيرو هيباتيك سيركيليشن كان 10 مع زياده كل هاي الاشياء وزياده الانزيم لانه موجود عندي في حليب الام، زاد 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 مثلا الانتيرو هيباتيك سيركيليشن كنسبه صار عندي 20، يعني هو ما هو ضله 10% او هو ضله 90% من 20%، ولكن كرقم زاد عندي. ليش؟ لانه كل الرقم زاد عندي، بالتالي زاد عندي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، رجعنا لنفس الميكانيزم. اذا هيك خلصنا هذول. ضل اخر شيء عندي مشكله اللي هي الكريجل نجار والجلبرت سندروم. الكريجل نجار والجلبرت سندروم بكون في عندي مشكله يا في الابتيك يا بنفس اليو جي تي، يعني يا انا مش عم باخذ الانكونجكتد بيلروبين ودخله على الليفر، يا عم باخذه بس اليو جي تي مش شغال، بالتالي مش عم بحاوله، بالتالي حكينا بكون في عندي مشكله في الابتيك او باليو جي تي. اذا كمراجعه سريعه للي اخذناه، حكينا مين اللي في عندنا فيسيولوجيكال جوندس وحكينا عنه وخلصنا منه. باثولوجيكال جوندس حكينا ممكن يكون اندايركت دايركت، بلشنا بالاندايركت، حكينا الاندايركت غالبا راح يكون ماشي مع الاشياء اللي حكيناها، زاد الار بي سيز وزاد تكسير الار بي سيز، يا زادت عندي الانتيرو هيباتيك سيركيليشن، يا قل عندي الابتيك او قل عندي تحويل الليفر ل
هذا الانزيمات ومشينا فيهم واحد واحد، حكينا اول شيء بساله لحالي او اول شيء الديفرنشال رح يكون مترتب في مخي، هل صار اوتوميون رياكشن ولا لا، هل كومس بوزيتيف ولا لا، اذا معناته خلاص انا انحصرت باي بي اي انكومباتيبلتي او ار اتش انكومباتيبلتي. طيب اذا لا، معناته انا صار في عندي تكسير ولكن هذا التكسير مش اوتوميون. ليش صار عندي تكسير؟ صار والله مثلا عندي تكسير لانه نفس خلايا الدم فيها مشكله، في عندي مشكله في الانزيم جي 6 بي ديفيشنسي، في عندي مشكله في السيل ميمبرين تاعيت الار بي سيز في سايتوسيس. لا والله انا صار في عندي تكسير مش لاي شيء، بس انه الدم نفسه زايد عندي، في عندي بوليسايثيميا. ليش الدم زايد عندي؟ حكينا 22 ترانسفيوجن سيندروم، ديليد امبوليكال كورد كلامبنج، اي يو جي ار انفنت اوف ديبيتك مذر، كفاله هيماتوما بروزنج. طيب شغله ثانيه حكينا زادت انتيروميتك سيركيليشن. ليش تزيد الانتيروميتك سيركيليشن؟ حكينا شغلتين، يا باول اوبستراكشن يا بريست فيدنج، وحكينا على بريست فيدنج. اخر شيء قال الابتيك او قال اليو جي تي اللي هو الكريجل نجار والجلبرت سيندروم. هذا بشكل رئيسي هاي الاسباب كلها بتسبب لي اندايركت، بالاضافه لاسباب هسه رح نحكي عنها اللي هي مثلا خلينا نحكي سيبسز، تورش انفكشن، هايبوثايرويديزم. هذول الثلاث اسباب سيبسز، تورش انفكشن، هايبوثايرويديزم مين اللي بيكونوا عندي بالدايركت؟ هم يعني لما يكون في عندي سيبسز او هايبوثايرويديزم كل الجسم رح يبطل يشتغل زي بيرفكت او رح يبطل يشتغل اوبتيمالي، بالتالي كل الانزيمات ما رح تشتغل منيح ونفس الليفر ما رح يشتغل منيح، بالتالي مشكله ممكن تؤدي لاندايركت هايبربيليروبينيميا وممكن تؤدي لدايركت هايبربيليروبينيميا. يعني بنخلي ببالنا انه سيبسز، تورش انفكشن، هايبوثايرويديزم هدول الثلاث اسباب مين اللي ممكن يسببوا لي دايركت، بس عادي ممكن يسببوا لي اندايركت هايبربيليروبينيميا حسب انا ايش الفحوصات اللي رح اسويها بيطلع معي دايركت او اندايركت. ذن سيبسز، تورش انفكشن، هايبوثايرويديزم هدول الثلاث شغلات حكينا. هايبوثايرويديزم اصلا بكون في عندي كسل عام في كل الجسم، كسل بالليفر بنفس الليفر، كسل بالانزيمات اليو جي تي، كسل في الابتيك، كل هاي الاشياء رح تؤدي انه يزيد عندي اندايركت ويزيد عندي دايركت، فحسب ممكن يكون اندايركت او دايركت. السيبسز كل اصلا الجسم رح يكون انفلاماتوري ريسبونس ويبطل شغال زي العالم والناس، فممكن يكون في عندي اندايركت او دايركت، ونفس الشيء بالنسبه للتورش انفكشن. طيب ننتقل للدايركت. اذا الدايركت بشكل رئيسي عرفنا اول ثلاث اسباب منها هيك اللي هم التورش انفكشن، السيبسز، والهايبوثايرويديزم. طيب احنا فوق ايش الاشياء اللي حكيناها لما شرحنا هون في الميكانيزمات؟ حكينا احد الميكانيزمات انه تكون هاي الطريق مقصوص او زاد عندي اللي هو الدايركت بيلروبين، او هو بنسميه الكوليستيسيس. دائما مصطلح الكوليستيسيس يطلق على الدايركت هايبر بيلروبينيميا. اذا احد هاي الاسباب والمرض اللي حكيناه اول ما بلشنا اللي هو البيليري اتريزيا، وبيشبه كمان البيليري اتريزيا شيء بنسميه الكوليدوكال سيس، نفس المنطق بس البيليري اتريزيا بتكون مسكره على الاخر. الكوليدوكال سيس بيكون عندي بتتكون سيستات، هاي السيستات بتكون حوالين البيليري تري وتتجمع فيها البايل، بالتالي بالنهايه ما راح توصل للانتستين وراح اوصل لنفس النتيجه. حكينا اكثر شيء بيميز لي الدايركت اني لما اسال عن الستول راح يكون الستول عندي بيل. ليش؟ لانه ما في عندي بيلروبين واصل للانتستين حتى يتحول ليوروبيلينوجين وستيركوبيلين عشان يلون لي هذا الستول. اذا حكينا مينلي الموست كومون كوز، في ناس تحكي الموست كومون كوز اللي هو الايديوباثيك نيونيتال هيباتايتس، ما راح نحكي عنه هذا، ولكن معظم الناس تحكي انه الموست كومون كوز عندي اللي هو البيليري اتريزيا. البيليري اتريزيا غالبا بيجي الطفل من الاسبوع الثاني للاسبوع الثامن من حياته، يعني بعد الاسبوع الثاني الاسبوع الثاني الاسبوع الثامن تقريبا على عمر شهر او شهرين. حكينا شو بتكون مشكلته، بالاضافه لا الجوندس اللي عنده اللي بتكون باثولوجيكال جوندس دايركت جوندس، الطفل بيكون في عنده ابدومينال بين وابدومينال ديستنشن بسبب هاي البيليري اتريزيا. اذا حكينا على البيليري اتريزيا حكينا على الكوليدوكال سيست. في عندي تو سيندرومز، كيف انا عندي الكريجل نجار والجلبرت سيندروم، هون حكينا في مشكله في الابتيك وفي مشكله في اليو جي تي. في عندي كمان مشكلتين او مرضين اللي هم ديوبن جونسون والروتر سيندروم. هذول ايش مشكلتهم؟ مشكلتهم ما بتكون عندي بالابتيك، مشكلتهم بتكون عندي بالاكسكريشن، يعني فعليا نفس زي كانه في عندي بيليري اتريزيا. انا دخلت الانكونجيجيتد حولته لكونجيجيتد وحطيت عنده في البايل ومش قادر اطلعه، في عندي مشكله في الاكسكريشن، بالتالي هذول الامراض بيشبهوا عندي البيليري اتريزيا. هيك بنكون خلصنا اسباب الدايركت، بس بكون ضايل علي سبب واحد اللي هو السيستيك فايبروسيس. السيستيك فايبروسيس في اكثر من عامل ممكن يؤدي انه يسبب لي جوندس، ولكن اهم هاي العوامل نوع سيستيك فايبروسيس بكون في عندي مشكله في كل الجسم، مشكله بالافرازات، من هاي الافرازات راح تكون من الافرازات تكون عندي بالليفر وفي البايل، بالتالي راح تؤدي لبايل ستيسيس، راح تسكر عندي، يعني راح يشبه نفس منطقه البيليري اتريزيا، راح تسكر عندي البيليري تري ونوصل لنفس النقطه او لنفس النتيجه. واخر شيء كمان راح نحكي عنه اللي هو الجلاكتوسيميا. الجلاكتوسيميا بكون في عندي مشكله بالميتابوليزم تبع الجلاكتوز، وبالنهايه بيؤدي عندي لجوندس. اذا هذا الصفحة، هاي المخطط مهم جدا عندي، هذا المخطط فعليا انا اذا بدرسه او بحفظه او بركز فيه برتبه حسب ما رتبناها حسب المحاضرة، بحضر المحاضرة مرة ومرتين وبراجع وبركز وبفهم كيف ترتيب المخطط،
من كل ترتيب هذا المخطط انا بعرف اشخص اي مريض جوندس في الحياه، سواء كان هذا الجوندس في البيديادريك او حتى الجوندس في الباطني او حتى الجوندس في الجراحه، كل الجوندس ما راح يطلع عندي على المخطط هذا. طبعا مع اختلاف احنا نعرف بالاطفال في عندهم امراض معينه او امراض محدده نكون عارفين يعني بتكون في عمر معين. اذا هذا بشكل عام. طيب هذا المخطط نفسه ممكن اقسمه ل بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك. بري هيباتيك يعني زدنا الار بي سي، زدنا تدخيل تكسير الار بي سي، بالتالي الليفر بطلت تلحق انها تحول. بالتالي كل الاشياء اللي حكينا عنها هون هي راح تكون بري هيباتيك. كل اشياء الهيموليسيس هيموليسيس 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 كلها هاي بري هيباتيك. طيب في اشياء ممكن تكون عندي هيباتيك، هيباتيك نادر ما نلاقيه في العمر هذا انه تكون مشكله عندي بنفس الليفر، ولكن معظم الاشياء عندي هون بتكون بوست هيباتيك. بوست هيباتيك زي ما حكينا مثلا اذا زاد الانتيرو هيباتيك سيركيليشن هذا ممكن يعتبره بوست هيباتيك، بالتالي باول اوبستراكشن بريست فيدنج كل هاي نعتبرها بوست هيباتيك. كوليدوكال سيست بيلين اتريزيا جيبن جونسون روتر سندروم كل ما دول اشياء نعتبرهم بوست هيباتيك، لانه فعليا الليفر اشتغل عندي، مش انه الليفر ما حول، لا الليفر حول الانكونجيجيتد للكونجيجيتد بس حوله وبطل قادر يطلعه، بالتالي الكونجيجيتد تراكم عندي بالليفر وبعدين راح ينسحب عندي على الدم ومن الدم يصير في عندي جوندس. وفي عندي اسباب زي ما حكينا بري هيباتيك هيباتيك بوست هيباتيك، وفي عندي اسباب اكسترا هيباتيك يعني مثلا زي السبسيز زي الهايبوثايرويديزم زي مثلا تورش انفكشن زي سيستيك فايبروسيس، هاي كل الاسباب ممكن اعتبرها اكسترا هيباتيك كوزز. طيب هذا بشكل عام هو الديفرنشال دياجنوست تبعنا، حكيت لكم اذا بتحفظوا هذا الديفرنشال بتركزوا فيه انتهت محاضرتنا، كل اللي جاي عباره عن تسلاي ومراجعه. طيب نبلش بالهيستوري، خلص خلصنا الديفرنشال دياجنوست دخلنا بدنا ناخذ هيستوري كالعاده، لما ندخل ناخذ هيستوري بنعرف عن حالنا، بلشنا بيشنت بروفايل اخذنا البيشنت بروفايل، مهم عندي بالبيشنت بروفايل هون ايش اكثر شيء اركز فيه، عمر الطفل بالضبط كم يوم كم اسبوع بالضبط عندي عمره. طيب خلصنا البيشنت بروفايل تشيف كومبلينت الديوريشن مهم دائما دائما تشيف كومبلينت حكينا دائما لازم يكون مع الديوريشن. بعد ما خلصنا تشيف كومبلينت الديوريشن نخلص الاو بي بي تاعنا الاونست هسه راح نحكي عنه اصلا البروجريشن تبع الجوندس هل من لما بلش الجوندس هذا الطفل كان عم بيزيد ولا عم بخف، زائد اذا في عنده بريفيس ابيسود لهذا الجوندس، كل هاي الاسئله مهم جدا اني اسالها. طيب ايش كمان بدي اسال؟ كالعاده احنا حكينا تشيف كومبلينت الاو بي بي، هسه راح بلش بالهيستوري اوف بريزنتنج النس. هيستوري اوف بريزنتنج النس دائما في اي هيستوري اول جزئيه من الهيستوري اوف بريزنتنج النس نعمل اناليسيز للكومبلينت، كان بين بدي اسال عنه، كان فوميتنج بدي اسال عنه، كان جوندس بدي اسال عنه، كم سؤال. بعد ما اخلص هذول كم سؤال اعمل اناليسيز فيهم لهذا التشيف كومبلينت، بعدين راح ابلش على الديفرنشال دياجنوسيس واسال عن كل ديفرنشال سؤال بحيث اني يا ادخله يا استثني عندي. طيب الاناليسيز عندي كانت لهي الكومبلين على شكل سوكريتس ولكن الار ما راح استخدمها. طيب اول شيء بالسوكريتس بنعرف الاس اس سايت، بالتالي مهم نسال وين لاحظتوا الجوندس على هذا الطفل او وين لاحظتوا الاصفرار، هل كان مثلا على السكليرا ولا كان كل جسمه؟ بفرق معي بفرق معي، لانه مثلا لو كان بس على السكليرا ملاحظ بستنتج انا هون انه البيليروبين عنده ما راح يكون عالي كثير، بينما لو كان مثلا كل جسمه اصفر راح استنتج انه البيليروبين عنده عالي، معناته غالبا باثولوجيكال وغالبا بحتاج اني اتدخل بسرعه، اذا هي السايت. بالنسبه للاول اونست سال عنها بالاو بي بي، السي عندي هون بدل الكاركتر راح نسال عن الكلر، والكلر هون تتذكروا دائما قلت لكم نسال عن الكلر تبع الستول وتبع اليورين، لانه فعليا راح يفرق لي تفريق كبير، راح يميز لي الدايركت عن الاندايركت. اذا مثلا من اول انت من اول سؤال سالته قال لك والله عم تسال المريض قال لك والله لون السول عندي كان بيل، خلص انت راح تنسى كل الاندايركت راح تاجله وتبلش تسال باسئله الدايركت فقط. ليش؟ لانه غالبا هو عنده الباثولوجيكال اللي هو دايركت اللي هو كوليستيسيس. اذا مهم بالكلر حكينا نسال عن الستول واليورين كلر. اسوشيتد سيمبتومز دائما مع الجوندس نسال الاسوشيتد سيمبتومز الاي اللي هي الاتشنج. اذا خلصنا الاي التي تايمينج مهم جدا نسال عن التايمينج متى بالضبط صار على اي يوم بالضبط، لانه هسه راح نشوف ملخص هون الامراض متى كل مرض تقريبا بيصير تقريبا، زائد هل هو انترمتنت ولا كونستنت. طيب خلينا نشوف الامراض، حكينا خلال اول 24 ساعه لو كان في عندي الجونز خلال اول 24 ساعه ما اختلفناش انه باثولوجيكال، بس ايش غالبا حيكون؟ غالبا حيكون عندي يا اي بي او ار اتش انكومباتيبلتي او تورش انفكشن. ليش؟ لانه فعليا هذول حيكونوا اللي بيصيروا خلال اول ساعات من الطفل، والتورش فعليا راح يكون الطفل مصاب فيه ومنعدي فيه وهو برحم امه، بالتالي يعني حرفيا اول ما ينزل الطفل من رحم امه راح تبين عليه هاي الاعراض. خلال اول 24 ساعه اكثر شيء راح افكر فيه الاي بي او والار اتش انكومباتيبلتي والتورش. طيب خلال يومين لثلاثه او يومين لاربعه حكينا مين اللي فيسيولوجيكال، او ممكن يكون بوليسايثيميا او ممكن يكون البريست فيدنج. بريست فيدنج وليس البريست ميلك. اذا بريست فيدنج ديهايدريشن، طفل ما عم
يرضع منيح بالتالي ما عم يخرج منيح، زادت الانترنال بلاك سيركيليشن في السيرجيكال او بوليسايثيميا، حكينا كل اسباب بوليسايثيميا. طيب من 3 إلى 7 أيام ممكن نحكي عن سيبسيز، ممكن نحكي عن كفال هيماتوما، عن كريجل نجار عفوا او جلاكتو سيميا. بعد الاسبوعين ممكن هون نقسم، اذا كان كونجوجيتد حكينا دائما الموست كومن كوز كونجوجيتد من اسبوعين لثمان اسابيع اول شيء بفكر فيه ايش هو؟ بيليري اتريزيا، بالتالي حيكون بيليري اتريزيا. اذا كان ان كونجوجيتد ممكن نفكر بانفكشن يوتي اي عند الطفل، جيلبرت سندروم، كريجل نجار سندروم، ممكن كمان بريست ميلك وليس بريست فيدنج. اذا دائما بريست فيدنج بيجيني سريع خلال يومين او ثلاثه، وهذا لازم انصح الام على السريع انها تزيد الفريكونسي بالنسبه للبريست فيدنج. طيب هي بالنسبه للتايمينج، اكزيربيتنج ار ليفينج فاكتور، مثلا نسال هل اكل مثلا فافا بينز، هل صار يعني العرض هذا زاد عنده بعد ما اكل شيء او بعد ما او بس يرتاح بخف هذا العرض. واخر شيء بالنسبه للاسز اللي هي السيفيريتي، دائما عندي بالسكريتس، والسيفيريتي عندي هون مهمه جدا، اسال ايش عن الكيرنكتيرس. ايش هو الكيرنكتيرس؟ هسه فعليا انا عندي البيليروبين هذا اللي هو غالبا الدايركت بيليروبين، احنا حكينا الدايركت بيليروبين بكون ايش؟ الدايركت بيليروبين بكون ووتر سوليبل، بالتالي ما راح يوصل للبرين لان البرين بكون ليبيد سوليبل، ولكن الاندايركت بيليروبين، الاندايركت بيليروبين ما بكون ووتر سوليبل بالتالي يكون فات سوليبل، بالتالي ات كان كروس بلاد برين بارير. طب لما يدخل على كروس بلاد برين بارير وين ممكن يتجمع عندي هذا الاندايركت بيليروبين؟ ممكن يتجمع هذا الاندايركت بيليروبين عند البيزل جانجليا. طب لما يتجمع عندي على البيزل جانجليا راح يسوي لي شيء بنسميه اللي هو الكيرنكتيرس. ولما يتجمع هذا اكثر شيء بخاف منه او اكثر شيء خطير عندي في الجونس، انه هذا البيليروبين يوصل عندي للبيزل جانجليا. ايش الاعراض راح تكون عندي؟ بور اكتيفيتي، هايبوتونيا، سيجر اند هيرينج لوس. بالتالي دائما بالسيفيريتي مهم اسال عن هاي الاعراض. هيرينج لوس صعب سنه طبعا بطفل صغير، سيجر مهم نسال اذا صار في عنده اي تشنجات، هايبوتونيا اذا الطفل ساحل منا، واذا الطفل قلت الاكتيفيتي عنده اخر فتره حسيناه ما عم يبكي ما عم يتحرك. كل هاي الاسباب ممكن بالنهايه تدلني لا حكينا الكيرنكتيرس، والكيرنكتيرس هو اكثر شيء بخاف منه بطفل الجونز. طيب هيك خلصنا احنا السكيم العام تبعنا، سالنا فعليا سنسال عن ديفرنشال دايجنوستس، واسئله ديفرنشال دايجنوستس قبل شوي حكيت كثير منها، هسه بس راح نرجعها مراجعه. بالنسبه للكومز حكينا الار اتش اي بي او انكومباتيبلتي، راح نسال عن نوع دم الام ونوع دم الابن وترتيبه بين اخوانه، حكينا عشان الار اتش. طيب بالنسبه لا اذا كان توام راح نسال عن توين توين ترانسفيوجن سندروم، الديليت كورد حكينا راح نسالهم اذا بتعرف او اذا كان مسجل عندي بالبارتوغرام بالنسبه للولاده. الاي يو جي ار راح نسال هل الطفل كان بريماتشور ولا لا، على اي اسبوع انولد. طبعا لو تلاحظوا اسئلتي بتشمل عندي هسه راح تشمل عندي فاكسينيشن هيستوري، راح تسال عندي برينيتال هيستوري، نيتال هيستوري، فيدنج هيستوري، فاكسينيشن هيستوري، كل هاي الاشياء موجوده عندي راح اسالها، ولكن انا ما راح اسالها بالترتيب. ليش؟ انا راح اكون ماسي حسب ديفرنشال دايجنوستس. فعليا هذا اللي بحبوه الدكاتره، انك انت لما تسال السؤال يسالك ليش سالته؟ انا سالته والله عشان المرض الفلاني، مش سالته بس عشان بدي اسال عن فاكسينيشن هيستوري، مش سالته والله بس عشان بدي اسال عن برينيتال، مش والله دائما انا بسال قديش وزن الطفل. طب شو بهمك اذا سالت والله وزن الطفل قديش؟ والله همني اسال وزن الطفل عشان اذا كان له ممكن اشك انه اي يو جي ار، واي يو جي ار بعرف انه عنده بوليسايثيميا، فممكن كل مشكلته من هذا السبب. انفنت اوف ديبيتك مذر، احنا بنسال الام دائما هل كان في عندها امراض خلال الحمل، سكر الحمل، ضغط الحمل، وكل هاي الاشياء اللي موجوده عندي بفيديو الجنرال هيستوري. بالتالي كلها هاي الديفرنشال دايجنوستس هي الاسئله اللي عليها. طيب حكينا بالنسبه للسفيروسايتوسيس نسال عن فاميلي هيستوري، وبرضه عن فاميلي هيستوري اوف سبلينكتومي. الجي 6 بي دي حكينا نسال عن فافا بينز، فيفر، فاميلي هيستوري، الدراجز حكينا اهم شيء اللي هم السلفا، سلفا دراجز. اذا الطفل اخذ مثلا انتيبيوتيك او سلفا دراجز اخر فترة. بالنسبة للهيموراج كفال هيماتوما هون انا بسال عن بيرث تروما او عن المود اوف ديليفري، واذا استخدمنا فاكيوم او فورسيس، بالتالي هذا كان موجود عندي بالهيستوري ودائما كنا نساله، بس احيانا ما بنكون عارفين ليش بنساله. هون فعليا انت عم تساله في مكانه، ليش؟ والله راح اسالها كيف انولد هذا الطفل، طبيعي ولا احتجنا انه نستخدم انسترومنت؟ قالت لك اه احتجنا انه نستخدم انسترومنت، ممكن احلل انه مثلا الطفل هذا صار استخدمنا فاكيوم او فورسيس وصار في عنده كفال هيماتوما، والكفال هيماتوما هي المسؤوله عندي على الجوينتس. طيب باول اوبستراكشن حكينا ايش اهم ديفرنشال دايجنوز عندي بالباول اوبستراكشن؟ بايلوركسينوزس. بايلوركسينوزس حكينا نسال عن دومينال ديستنشن، بروجكتايل فوميتنج افتر ايتنج، وبكون هذا الفوميتنج نان بيليس فوميتنج. بريست فيدنج انا دائما اصلا عندي بالهيستوري نيوتريشنال هيستوري، بالنيوتريشنال هيستوري بسال انه هل برضع الطفل، كم مره برضع في اليوم، هل بنحس انه الطفل شبع ولا لا، وحكينا كيف بنحس الطفل انه شبع ولا لا عن طريق انه الام نفسها تحس بامتينس عندها، زائد انه الطفل ينام. بالتالي كل هاي الاسئله اللي راح اسالها عن تايب اوف فيدنج، ديوريشن اوف فيدنج، فريكونسي اوف فيدنج، كل هاي الاشياء راح اسالها، بس فعليا هون عم بسالها لسبب معين، مش عم بسالها بس عشان بدي اعبي اسئله.
والكريجل نجار والجيلبرت سندروم بسأل عن الكونساجونيتي عند الأهل، يعني هل هم أقارب ولا لا، لأنه هدول الأمراض نعرف أوتوسوم ريسيف تنتقل عندي إذا كان بزيد الريسك إذا كان الأهل أقارب ولا لا. إذا في هاي الصفحة عندي كل الأسئلة اللي أسألها اللي ريليتد للديفرنشال دياجنوسيس. طيب نكمل عندي مثلا السبسس، ايش بدي اسال السبسس؟ دائما الطفل الصغير اللي عنده سبسس ايش راح يكون؟ راح يكون في عنده هايبوتونيا، راح يكون في عنده مشاكل في الاكل ما راح ياكل، راح يكون في عنده اريتابيليتي، راح يكون في عنده فيفر، هايبو اكتيفيتي، اريتابيليتي، بور فيدنج، كل هاي الاشياء بدي اسال عنها. وزي ما بنعرف احنا السبسس في نوعين عندي من السبسس بنسميه ايرلي سبسس وليت سبسس. ايرلي سبسس بيكون خلال اول 72 ساعه من ولاده الطفل، وفي عندي الليت سبسس بعد 72 ساعه. طيب الايرلي سبسس ايش الاشياء المهمه اسال عنها؟ غالبا الايرلي سبسس بيكون بسبب انتقال البكتيريا من الام الى الطفل. بالتالي كيف ممكن تنتقل البكتيريا من الام للطفل؟ نسال الام هل اخر فتره كان في عندها UTI خلال الحمل؟ هل صار في عندها بريليبر رابتشر اوف ممبرين؟ لو اخذتوه بالنسائيه بريليبر رابتشر اوف ممبرين عندي الامنيوتيك ساك بصير في رابتشر، ولكن مش عند الولاده، الوضع طبيعي يصير رابتشر وبعد الرابتشر يصير ولاده، لكن مثلا لو صار رابتشر وما صار في عندي ولاده هذا ممكن يكون ريسك فاكتور لكوريومينايتس وممكن يؤدي بالنهايه انه يصير في عندي سبسس. بالتالي هاي الاسئله مهم اذا كان ايرلي قبل 72 ساعه اني اسالها عند الام. طيب اذا كان لي بدي اسال الطفل مثلا كان في عنده UTI اوستيومايلايتس ابر سبيرتوري تراك انفكشن اثرايتس جاسترونترايتس، طبعا كيف بدي اسال؟ مثلا UTI بدي اسال مثلا في عندي بين او كراينج وايل يورينيشن او مكتوريشن، اوستيومايلايتس اذا في مثلا عندي في اي افرازات من الاذن او الطفل بحك ذانه او بهذا، سبيرتوري تراك انفكشن بدي اسال اذا في عندي كف اذا في عندي فيفر، gastroenteritis اذا في عندي vomiting في عندي diarrhea، arthritis اشوف اذا في عندي swelling او joint pain، كل هاي الاسئله بدي اسالها بالنسبه للسبسس. طيب بالنسبه للتورش انفكشن دائما احنا بنعرف التورش انفكشن كيف بسال عنه؟ بسال هل الام خلال فتره الحمل صار في عندها حراره او راش غير مفسرين unexplained fever and rash during pregnancy، او اذا الطفل مثلا خصوصا للروبيلا او توكسوبلازموزس اذا الام عندها كاتس او بتربي كاتس اور نوت. طيب بالنسبه للهايبوثايرويدزم مهم جدا ان اسال عن الهايبوثايرويدزم، كيف بدي اسال عن الهايبوثايرويدزم؟ في عندي اعراض الهايبوثايرويدزم الكبار مثلا احنا اللي زينا اعراض بتكون مثلا ويت جين، كونستيبيشن، براديكارديا، كولد انتوليرانس، كل هاي الاعراض راح تكون موجوده عندي، بس الاطفال في عندهم اعراض خاصه فيهم، فمثلا بكون عندي ماكروغلوسيا راح اسال، وهسه بالاكزامينيشن كمان راح نشوف هل الطفل التنق عنده كبير ولا لا، بنسال عن ويكي كراي، عن كونستيبيشن، هذول الاعراض بالنسبه للطفل. مهم نسال عن الام، هل الام عندها هيستوري اوف ثايرويد ديزيز؟ هل الام اصلا كانت تاخذ انتي ثايرويد دراجز؟ هل الام عملت سكريننج للطفل اذا عنده هايبوثايرويدزم ولا لا؟ كل هاي الاسئله مهمه وممكن تدلني اذا الطفل في عنده هايبوثايرويد ولا لا، وحكينا الهايبوثايرويد ممكن يكون عندي هو والتورش والسبسس سبب لا اندايركت او اندايركت هايبر بيليروبينيميا. طيب جلاكتوسيميا، ايش راح اسال الطفل عن جلاكتوسيميا؟ جلاكتوسيميا هذا الطفل ما بيقدر يحلل الجلاكتوز، بالتالي دائما راح يكون في عنده دياري، راح يكون في عنده فيميتنج، راح يكون في عنده فيلير تو سرايف، الطفل مش قادر يكسب وزن لانه كل شيء عم ياكله عم يستفرغ، واذا بسال عن هاي الاشياء اللي حكيناها فيميتنج ودياري وفيلير تو سرايف. سيستيك فايبروزز، نعم السيستيك فايبروزز هو مرض مش بس يعني هو مرض متعدد السيستمات، بضرب عند البنكرياس، بضرب الليفر، برضه بيؤدي الى ريكرنت تشست انفكشن، بالتالي مهم نسال عن ريكرنت تشست انفكشن بالنسبه للسيستيك فايبروسيس. كرونيك دياريا، خصوصا هاي الدياريا تكون عند استياتوريه. بالنسبه للطفل الصغير مثلا نيونيت ممكن نسال اللي هو ديليد باسنج اوف ميكونيوم، بنعرف ان الميكونيوم لازم يطلع خلال اول 24 ساعه اللي هو الفير اول ستول او الفيرست ستول الباست من البيبي، اذا تاخر في عندي اكثر من ديفرنشال دياجنوسيس، واحد منهم سيستيك فايبروسيس، ممكن كمان يكون في عندي امراض ثانيه مثلا اذا كان في عندي اينال اتريزيا او ميجا كولون. نفس الشيء من الاسئله اللي بنسالها للسيستيك فايبروسيس اللي هو الفيلير تو ثرايف، برضه مريض السيستيك فايبروسيس بسبب الكرونيك دياريا وهذا بكون في عنده فيلير تو ثرايف والسياتوريه ما عم يهضم هاي الليبيدز والفاتس اللي عنده، زائد فاميلي هيستوري، دائما بالسيستيك فايبروسيس ما ننسى الفاميلي هيستوري، اذا انتم لازم تتذكروا بالفاميلي هيستوري. سالنا مثلا عن امراض ريليتد لليفر، ممكن نسال هل في عندي اي امراض بالكبد بالعيله؟ هل في اي امراض؟ هل حدا شال اطحال في العيله؟ سفيروسايتوسيس، هل في حدا عنده سفيروسايتوسيس في العيله؟ هل في حدا عنده جي 6 بي دي في العيله؟ هل في حدا عنده سيستيك فايبروسيس في العيله؟ هل في حدا عنده، هل الام والاب اقارب ولا لا؟ هل في حدا عنده مثلا كريجل نجار؟ هل في حدا عنده جيلبرت؟ كل هاي الاسئله اللي ما ننساها بالفاميلي هيستوري. طيب بالنسبه للكوليدوكال سيست والبيليري اتريزيا، الفرق الرئيسي بيناتهم ان الكوليدوكال سيست غالبا بيجي على اعمار اكبر، يعني 4-5 سنين ممكن لحد 10 سنين، بينما البيليري اتريزيا حكينا غالبا من اسبوعين لثمان اسابيع بيجيني الطفل.
ايش راح يجوني هدول الاثنين؟ حيكون في عندي ابدومينال ديستنشن، حيكون في عندي اعراض ريليتد للليفر، لانه هذا التحشير او هذا التسكير راح يؤدي بالنهايه يضر الليفر، بالتالي راح يتاثر عندي الليفر فانكشن. الليفر ايش وظيفته؟ يصنع البومين عندي. الليفر ما صنع البومين، ايش راح يصير في عندي؟ راح يصير في عندي ايديما. الليفر برضه من الاشياء بصنعها اللي هو الكلوتينج فاكتورز، ما صنع كلوتينج فاكتورز ممكن يصير في عندي بروزنج، ممكن يصير في عندي بليدنج، بالتالي اثر على اعراض ريليتد لنفس الليفر. كل هاي الاشياء ممكن اسال اذا سوينا للطفل الترا ساوند قبل ولا لا، لانه الالترا ساوند ممكن يبين عندي اللي هو البيليري اتريزي. وهيك تقريبا بنكون غطينا كل الاسئله لكل الديفرنتال دايجنوستكس اللي عندنا. ممكن تشوفوها ان الموضوع متشعب، بس ركزوا هدوا، نرجع للمخطط الاول تبعنا، نتذكر فيسيولوجيكال باثولوجيكال باثولوجيكال دايركت حكينا فيه اسباب عندي مشتركه، حكينا مثلا عن السيبسيز تورشن انفيكشن سيستيك فايبروسيس، حكينا فيه اسباب احنا اول شيء بيخطر لنا الموست كومون بيليري اتريزيا كوليدوكال سيست، وحكينا السندرومز اللي بيشبهوهم الروتر سندروم والدوبن جونسون، حكينا بالنسبه للاندايركت اندايركت بنفكر باكثر ميكانيزم، زاد عندي الار بي سيز اوتو اميون ولا مش اوتو اميون، مرض بنفس الار بي سيز جي 6 بي دي سيروسايتوسيس، زاد عندي الدم بالتالي زاد تكسير هذا الدم بوليسايثيميا، وحكينا ايش اسباب بوليسايثيميا، زادت عندي الانتيريور بيدك سيركيليشن، وحكينا بريست فيدينج او ممكن يكون عندي باول ابستراكشن. لو فهمنا كل هذا الاشي فعليا كل مرض لو اسال عليه سؤال سؤالين انا اخذت علامته، وانا فعليا كنت فاهم ليش عم بسال كل سؤال. نيجي على الجنرال سكيم تبعنا الهيستوري، الفيديو الاول جنرال هيستوري، في عندنا نيتال هيستوري، في عندنا فيدنج هيستوري، نيوتريشنال هيستوري، فاكسينيشن هيستوري. فعليا انا هون لو اشوف عم بسال من كل مكان بكل مرض عم بسال سؤال من كل مكان بحيث اني انا فاهم الاشي اللي عم بساله. طيب هذا مين اللي لا الجونس بيل يونيت. هسه ناخذ الجونس بيل تشيلدرن، هل الجونس بيل تشيلدرن بفرق عندي؟ فعليا لا، بس هو نفسه مع شويه فروقات. ايش هي هاي شويه الفروقات؟ والله ما بصير احكي عن جونس طفل جاني طفل عمره 10 سنين، ما بصير والله اقول انه بيليري اتريزي، لانه بيليري اتريزي بعرف انا من اسبوعين لثمان اسابيع، لازم احكي مثلا كوليدوكال سيست. ما بصير والله مثلا طفل جونس تشيلدرن اقول توين توين ترانسفيوجن سندروم، لانه مستحيل بعد 10 سنين بينت عنده توين توين ترانسفيوجن سندروم. مستحيل والله احكي هذا الطفل بسبب بريست فيدنج، ليش؟ لانه الطفل بهذا العمر ما برضى، بالتالي حتكون يعني نفس الديفرنشال دايجنوستكس تبعي، بس راح استثني الاشياء اللي مش مناسبه لهذا العمر. طيب فلو مثلا نقسمهم لبري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك، برضه كمان شغله ننوع عليها بالجوندس بالتشيلدرن بنركز اكثر على اسباب الهيباتيك. ايش يعني من الاسباب الهيباتيك؟ يعني مثلا هيباتايتس، اذا صار في عندي انفلاميشن بالليفر، طبعا الولد عمره يوم او يومين نادر ما يصير في عنده هيباتايتس، ولكن الطفل اللي عمره 10 سنين ممكن كثير يتعرض لهيباتايتس اي اذا اكل اي شيء من برا وكان هذا الشيء متلوث عندي بالهيباتايتس اي. بالتالي هون بزيد عندي اسئله الهيباتايتس، زائد راح نشوف مثلا عندي مرضين الويلسون ديزيز والهيموكروماتوسيس، هاي الامراض مهمه عندي وبتيجي عندي بالاعمار هاي وبتكون ريليتد لليفر سيروسيس. بالتالي اذا مشكله عندي بالليفر سيروسيس هو الليفر نفسه مش قادر يحول انكونجيجيتد لكونجيجيتد، بالتالي هون راح يكون في عندي السبب هيباتيك. طيب بري هيباتيك مين راح نحكي عن الجي 6 بي دي بيلر اكسرسايز انتوليرانس انجستشن فافا بينز فاميلي هيستوري اوف جي 6 بي دي او سبلينكتومي، يعني نفس الاشياء اللي كنا نسالها. طيب هيباتيك حكينا مين اللي عن هيباتاتس، هيباتاتس كيف بيجينا المريض؟ ابدومينال بين، رايت ابر كوادرنت بين، جوندس، فوميتنج، دياريا، ممكن فيفر، فتيك، انوركسيا، ابدومينال بين، دياريا، فوميتنج، كل هاي الاعراض بتكون ليد للهيباتايتس. زائد اذا مثلا كان في اكسبوجر لمريض هيباتايتس، هل انت مثلا خلطت حدا معاه هيباتايتس سواء بي او سي، او مثلا حدا من اللي معك صار معه نفس الاعراض وطلع عنده هيباتايتس، كل هاي الاسباب راح تكون ليد للهيباتيك كوزز. ودائما بالهيباتيك كوزز بنسال زي ما سالنا قبل شوي عن اعراض ليد لنفس الليفر، الليفر بصنع البومين، بطل يصنع البومين، هل صار في عندي ايديما؟ حصل اذا في عندي ايديما ولا لا؟ هل في عندي بليدنج ولا لا؟ بالتالي سيجر، هيماتاميسيس بسبب اسوفيجيال فريسز، بلاد ان ستول، ايزي بليدنج، ايديما، بيهيفيرال تشينجز بسبب انهبيتك انكفالوباثي، كل هاي الاسباب بدي اسال يعني اعمل زي كاني بالهيستوري اعمل اسس عندي للليفر فانكشن. طيب بوست هيباتيك حكينا بوست هيباتيك مين الاوبستركتيف فيتشرز، راح اسال الاسئله اللي كنت اسالها، طبعا انا ببلش جوندس اند تشيلدرن بدي اسال السكريتس اللي حكيناهم كلهم نفس الشيء، زائد الاسئله اللي عندي هون اللي مين لي الديفرنشال دايجنوستس ريليتد. فبالتالي من الاسئله هاي كان عندي الكلر اوف ستول اذا كان بيل، واليورين اذا كان دارك واتشنج، هذا بدلني على اوبستركتيف جوندس. بوست هيباتيك مين اللي حكينا ايش اول ديفرنشال راح افكر فيه هون اللي هو الكوليدوكال سيست. طيب اكسترا هيباتيك يعني نوت ريليتد للليفر، حكينا مين اللي عندي الهايبوثايرويدزم، عندي السيستيك فايبروسيس، سيستيك فايبروسيس، كرونيك دياريا، سياتوريا، ريكرنت انفكشن، فيلير تو ثرايف، فاميلي هيستوري زي ما كنا نسال قبل شوي. الهايبوثايرويدزم مثلا هون ما بساله بالاطفال، الهايبوثايرويدزم بالاطفال حكينا بس عن الماكروغلوسيا، عن ويكي كراينج، عن كونستيميشن، هون لا طفل عمره 10 سنين بالتالي حصل زي الادلت، كولد انتوليرانس، فتيك، ليزي، ويت جين، كل هاي الاسباب عندي
او كل هاي الاعراض بالنسبه للهايبوثايرويديزم. مهم دائما نسال عن فاميلي هيستوري اوف ليفر ترانسبلانت او فاميلي هيستوري اوف ليفر ديزيز، فاميلي هيستوري اوف سبلينكتومي، فاميلي هيستوري اوف بليدنج اوردرز، فاميلي هيستوري اوف G6PD، فاميلي هيستوري اوف سيروسايتوسيس، دراج هيستوري، ترافل هيستوري، كونساجونيتي بين الاهل عشان السندرومات اللي حكينا عنها. واخر شيء كمان اذا الام نفسها كان عندها هيباتايتس اي او بي او سي عند وقت الولاده مثلا، خصوصا هيباتايتس سي اذا الام كان عندها هيباتايتس سي، عفوا هيباتايتس بي اذا الام كان عندها هيباتايتس بي وهي بتولد، ممكن تنقل وما اخذت المطاعيم اللازمه، او الابن والطفل ما اخذ المطاعيم اللازمه، ممكن ينتقل الهيباتايتس بي من الام للطفل، بالتالي الطفل يصير عنده هيباتايتس بي لما يكبر وتبلش تبين الاعراض عليه وتبلش عندي بي جونز. حكينا قبل شوي انه في عندي مرضين خاصين اضفناهم عندي هون اللي هم الويلسون ديزيز والهيموكروماتوسيس. ببساطه الويلسون والهيموكروماتوسيس المرضين بيشبهوا بعض. الويلسون بيكون في عندي مشكله في النحاس، مشكله في تصريف النحاس من جسم الانسان، بتؤدي بالنهايه انه هذا النحاس يتراكم عندي بالليفر واماكن ثانيه. ايش الاماكن الثانيه؟ ممكن يتراكم عندي في البرين او ممكن يتراكم عندي حوالين العين. بالتالي اذا تراكم عندي ب الليفر راح يؤدي انه يسوي عندي ليفر سيروسيس، بالتالي راح يجيني المريض في جوندس ونفس الاعراض هاي اللي حكينا، بيهيفيرال تشينجز، سيجرز، هيماتيميسيز، ايز بليدنج، اديما، كل هاي الاعراض لتعيه الليفر. زائد مثلا حكينا ممكن يوصل على الدماغ، وبالدماغ ايش راح يكون في عندي؟ ديس ارتريا، ديستونيا، مشاكل في الحكي، مشاكل في الحركه، ممكن يكون في عندي سايكاتريك ديزيز عند هذا الطفل، او ممكن يكون في عنده هيموليتيك انيميا. بالنسبه للهيموكروماتوسيس، الهيموكروماتوسيس حكينا زي الويلسون، بس المشكله بتكون عندي بالايرون، يعني الطفل بتراكم عنده الحديد، وتراكم عنده الحديد هون ممكن يكون عندي بالليفر، ممكن يكون عندي مثلا في البنكرياس، بالتالي المريض يجيني في دي ام، بالتالي ممكن اسال عن اعراض الدي ام، ممكن يتراكم عندي بالسكن، حيكون في عندي سكن بيجمنتيشن، راح يزيد عندي السكن بيجمنتيشن، يكون في عندي برونز كلر لهذا الطفل، او ممكن يتراكم عندي حوالين الجوينت يكون في عندي اللي هي الارثروباثي. اذا هذا مين للويلسون والهيموكروماتوسيس. هيك نكون خلصنا الهيستوري تبعنا. طيب وصلنا للفيزيكال اكزامينيشن. بالنسبه للفيزيكال اكزامينيشن كالعاده زي اي فيزيكال اكزامينيشن راح نبلش جنرال ابييرنس بالنسبه للمريض، نشوف الفايتال ساينز تاعونه، نشوف الجروس باراميترز بتاعونه، بعدين نبلش من هيدلتو ونركز على واحد من هون، وهون غالبا راح نركز على الابدومن. بالعاده الجنرال لوك او جنرال ابييرنس النيمونيك اللي عرفناه اللي هو الاي بي سي دي، اللي بنشوف اللي هو الابييرنس تبع المريض، كونشس ويل اليرتد نوت اليرتد. البي بنشوف البادي ويت بالنسبه له، في عنده مسل ويستنج ما في عنده مسل ويستنج. السي بنشوف الكلر تاع المريض، بنشوف اذا هو بير، اذا هو جوندس، اذا هو ساينوست او اي شيء. والدي بنشوف اذا في اي ديسمورفيك فيتشرز عندي، سواء بالفيس او بنفس البادي في عندي اي ديسمورفيك فيتشرز، او اذا مثلا في عندي اسبارتوري ديستريس. هاي دائما بنحكيها في كل اكزامينيشن اللي هو الجنرال لوك بالنسبه لي. الفايتلز هم نقيس كل الفايتلز عندي هون. الجروث باراميترز اهم شيء فيها مثلا ممكن يكون عندي بسيستيك فايبروسس حكينا، يكون في عندي، او بالجلاكتوسيميا يكون في عندي فيلير تو ثرايف، بالتالي المريض الجروث باراميترز راح تكون اقل من النورمال بالنسبه له. طيب بلشنا من هيد تو تو. اول شيء بالنسبه للاي نشوف طبعا الاي بالسكلير اذا في جوندس، سب كونجكتايفال نشوف اذا في عندي بيلر، دلاله على وجود عندي انيميا. مهم عندي هون كمان نشوف اللي هم الكايسر فلاشر رينجز. ايش هم الكايسر فلاشر رينجز؟ حكينا احنا قبل شوي عن ويلسون ديزيز، حكينا بتراكم عندي بالعين، بالمخ وبالليفر. لما يتراكم عندي بالعين بعطيني الابيرنس تبع الكايسر فلاشر رينج، ممكن ترجعوا له او تشوفوا صوره بالنسبه له. برضه في عندي اشياء مثلا اشوف الريد ريفلكس عندي، هذا الريد ريفلكس يكون موجود عندي او ابسنت عندي في الكاتاراكت، بالتالي مرضى الروبيلا او مرضى الجلاكتوسيميا بكون في عندهم كاتاراكت، بالتالي ممكن كمان هذا يساعدني بالتشخيص. مرضى التورش راح يكون في عندهم ريتينايتس بيجمنتوزا، ومرضى الالاجايل سندروم. الالاجايل سندروم هو احد السندرومز اللي بتاثر عندي على الليفر، ممكن كمان تاثر عندي على الهارت وعلى اكثر من مكان. هي على العين تاثيرها اني بلاقي بوستيريور امبريو توكسين. يعني هاي الاشياء مهم تكون عارفينها، مثلا لو دكتور قال لك ايش بشوف بالعين، او مثلا بالالاجايل ايش بلاقي، او مثلا بالجلاكتوسيميا ايش بلاقي، تقول له مثلا بلاقي كتركت او ما بلاقي الريد ريفلكس. كل هاي الاشياء مهمه عندي. طيب بالفيس حكينا نشوف اذا في عندي اي ديسمورفيك فيتشرز. الماوث ممكن اشوف بالماوث اذا في عندي اللي هو التانج، اذا كان في عندي حكينا التانج ماكروغلوسيا بيكون الهايبوثايرويدزم، ممكن نشوف الجوندس. ديسمورفيك فيتشرز بالنسبه للالاجايل، الالاجايل بيكون وجههم جاي زي تراينجل شيب، تراينجل شيب، هذا بالنسبه للالاجايل.
بنك نشوف اذا في عندي سبايدر انجيوما او اذا في عندي جويتر. هاي الجويتر ممكن تدلني على هايبوثايرويدزم. بالنسبه للتشست نشوف اذا في عندي جاينيكوماستيا، اذا في عندي كارديك ميرمر، حكينا بالالاجال بكون في عندي كارديك سيمتومز منها كارديك ميرمر. اهم اكزامينيشن عندي الابدومين، الابدومين كالعاده انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكلتيشن. بالانسبكشن نشوف اذا في عندي اي دايليتد فينز، اذا في عندي كابيتو ميدوزا، كل هاي الاشياء دليل على ليفر سيروسز. في البالبيشن نشوف اذا في عندي اي ماسز اي تندرنس، لا مركز على الاورجانوميجالي لانه ممكن يكون في عندي مثلا في بيليا تريزا راح يكون في عندي الجول بدر دايليتد، بالتالي ممكن اشوف اورجانوميجالي. بالنسبه للبيركشن اكثر شيء بركز عليه بالنسبه للاستايتس بنعرف الترانسميتد ثريلز وال عفوا الترانسميتد ثريلز عندي والشيفتنج دالنس. والاسكلتيشن لازم كمان نعمل اسكلتيشن البول ساوندز ولا الارتريز. الهاز ممكن نشوف بالمر اريثيما تريمرز، ممكن كمان كلابينج في حاله سيستيك فايبروسيز. بالليجز كالعاده نشوف اذا في عندي ايديما بسبب قله تصنيع الالبومين من الليفر او بروزز بسبب قله تصنيع الجلوتينج فاكتورز. واخر شيء السكن نشوف اذا في عندي اتشنج ماركس، دليل على وجود عندي الاتشنج غالبا يكون مع الاوبستركتيف جونس اللي هو الدايركت، او ممكن يكون في عندي اي راش. طيب انفستيجيشنز طبعا كلها هاي الاكزامينيشن شامله للثلاثه اشتريات مع بعض، بالتالي انت بدك تكون ماشي فيها وتعرف كل ديفرنشال ايش الاكزامينيشن او ايش الفايندنج بالاكزامينيشن اللي راح تحكي. بالنسبه للانفستيجيشنز هون دائما عندي انفستيجيشنز قبل ما ابلش فيهم بدي اكون مرتب حالي فيهم. احنا قبل شوي كيف رتبنا الديفرنشال عندي دايركت واندايركت، تمام تمام. بالتالي اول شيء بدي اخش فيه بالانفستيجيشنز اني افحص البيليروبين والدايركت والاندايركت. طيب عشان اعرف دايركت ولا اندايركت راح اشوف ايش العالي عندي. الدايركت عندي عالي طبعا الدايركت اذا كان اكثر من 20% من التوتال هذا يعتبر انه الدايركت عالي عندي. بالتالي انا بشوف التوتال بيليروبين وبقيس الدايركت، اذا الدايركت اكثر من 20% هذا بعتبره دايركت هايبر بيليروبينيميا او كونجوجيتد بيليروبين. بالتالي اول شيء حكينا بنشوف الدايركت والاندايركت. ثاني شيء مهم تعرف البلد تايب بالنسبه للام والبلد تايب بالنسبه للبيبي عشان الاي بي او والار اتش انكومباتيبلتي. ثاني شيء ناخذ عينه الدم، هاي عينه الدم اول شيء اسوي لها سي بي سي اشوف مثلا الهيموجلوبين عندي عالي، حكينا بوليسايثيميا، ممكن اشوف كمان اذا في عندي وايت بلاد سيلز عالي الانفكشنز اللي حكينا عنهم. كمان عينه الدم هاي ممكن اسوي لها اللي هي البريفرال بلاد سمير. ليش بريفرال بلاد سمير؟ اشوف اذا في عندي هيموليسيز، لما يكون في عندي هيموليسيز راح الاقي اللي هو الخلايا المتكسره عندي هاي الشيستوسايت ممكن الاقيها عندي بالبريفرال بلاد سمير. مهم كمان افحص الريتيكولوسايت كاونت، الريتيكولوسايت كاونت نعرف انها تكون عاليه في حاله الهيموليسيز. انا في حاله كان في عندي تكسير لخلايا الدم الحمراء الريتيكولوسايت كاونت راح تكون عندي عاليه. بالتالي هذول الانفستيجيشنز لازم ابلش فيهم لانهم ماشيين مع الديفرنشال تبعي. حكينا اول شيء دايركت اندايركت. الاندايركت حكينا ممكن نسوي الكومب بوزيتيف او نيجاتيف. احد الانفستيجيشنز هون مش مكتوب، هاي مثلا الكومب حكينا بريفرال بلد سمير عشان نعرف اذا في هيموليسيز ولا لا، ريتيكولوسايت كاونت عشان نعرف اذا في هيموليسيز ولا لا، بلد تايب حكينا السي بي سي عشان الهيموجلوبين. ثاني شيء نشوف الليفر، نفحص الليفر نفسه، الليفر نفحص الليفر فانكشن تيست اللي هم الاي اس تي والاي ال تي، ممكن كمان نلجا للاي ال بي الالكلاين فوسفاتيز والجي جي تي. ممكن كمان نفحص الفانكشن تبع الليفر، الفانكشن تبع الليفر حكينا ايش؟ البومين، بفحص الالبومين. حكينا الفانكشن تبع الليفر كلوتنج فاكتورز، وبالتالي بفحص البي تي والبي دي تي والاي ان ار، ممكن كمان افحص الجلوكوز لانه احد الفانكشن تاعت الليفر انه يحافظ لي على الجلوكوز. طيب ممكن انا شكيت انه يكون في عندي مثلا سيبسيز او انفكشن، بالتالي مهم اني اطلب بلاد كلتشر، مهم اني اطلب يورين اناليسز يورين كلتشر، كل هاي الاشياء مهم اني اطلبها. طيب مثلا انا شكيت انه في عندي سيستيك فايبروسز، لو كان مثلا مرض ماشي مع سيستيك فايبروسز سالك ايش الانفستيجيشن مسوي لسيستيك فايبروسز او ايش الانفستيجيشن مسوي عشان اتاكد من هذا الديفرنشال، عندي السويت كلورايد تيست او عن طريق الجين تيستينج. مثلا شكيت فايبوثايرويدزم نسوي الثايرويد فانكشن تيست سواء تي اس اتش او تي 3 او تي 4. طب شكيت هيباتايتس ممكن نطلب اذا كان هيباتايتس اي نطلب الانتي هيباتايتس اي اي جي ام، اذا مثلا هيباتايتس بي هيباتايتس بي له اكثر من انتيجين نطلبه، غالبا نطلب السيرفس انتيجين ونطلب الكور انتيجين السيرفس عفوا انتيجين ونطلب الكور انتي بودي. هاي مهم نكون عارفينها، نطلب السيرفس انتيجين ونطلب الكور انتي بودي. الكور انتي بودي في اي جي ام وفي اي جي جي حسب اذا كان اكيوت او كرونيك، وهذا موضوع ثاني. وللهيباتايتس سي غالبا نطلب البي سي ار. طيب مثلا اذا كان في عندي ويلسون، اذا انا شكيت في ويلسون كيف اشخص ويلسون؟ ويلسون عن طريق اني راح الاقي البلد كبر انه حاس عندي في الدم عالي والسيروم سيريولوبلازمين. ايش السيريولوبلازمين؟ هو زي الناقل اللي بيحمل عندي النحاس، هذا الناقل بخف بالتالي بيزيد، يعني الناقل لو النحاس محمول على الناقل ما بكون موجود عندي بالدم وما بسبب عندي اعراض، ولكن اذا خفت هاي الناقل او خف هذا الكارير بالتالي السيروم سيريولوبلازمين لو راح يزيد النحاس الموجود عندي في الدم ويتراكم عندي في الاعضاء، وبالتالي راح يكون في عندي بلاد كوبر هاي. زائد لو سويت 24 يورين فور كوبر، يعني لو مثلا شفت اليورين قديش افراز عندي الكوبر باليورين خلال 24 ساعة راح يكون عندي برضه هاي. مثلا اذا كان شكيت في اوتو ميون هيباتايتس راح يكون عندي الجاما جلوبيولين ليفل هاي،
الاي ان اي والاسما والال كي ام برضه هاي الانتيبوديز راح تكون عندي هون. طيب خلينا نحكي مثلا عن مانجمنت بالنسبه للويلسون. مانجمنت بالنسبه للويلسون، انا مشكلتي انه في عندي نحاس عالي بالدم، بالتالي بدي اقلل امتصاص النحاس وبدي احاول اطلع هذا النحاس من الدم. بطلعه عن طريق ايش؟ الكليتنج ايجنت. كليتنج ايجنت مين اللي هم؟ بنسلمين او ترينتاين. ايش هدول بيسووا عندي؟ غالبا بزيدوا افراز النحاس عندي في اليورين، بالتالي هدول بستخدمهم عندي بالعلاج. ممكن استخدمهم بالتشخيص، اني مثلا اعطي بنسلمين واروح افحص اليورين بعد 24 ساعه راح الاقي انه النحاس زاد عندي بكميه كبيره. ممكن كمان الزنك ثيرابي بقلل عندي الابزوربشن، او اني اعمل دايت ريستريكشن لكل الاكل اللي بيحتوي على النحاس. من اهم هذا الاكل ممكن يكون اللي هو التوميتو. هذا في حال الكومبنسيتد ليفر ديزيز، يعني كان السيروسز مسيطر عليه، ولكن انا اذا كان دي كومبنسيتد غير مسيطر عليه، في عندي اسايتس، في عندي بورتال هايبرتنشن، في عندي سوفيجيال فريسز، في عندي سلين وهيباتوميجالي، او في عندي مثلا ليفر فيلير، هون انا بحتاج لدايركت ليفر ترانسبلانت اني اغير الليفر كامله. ومهم كمان نعمل سكرين للسيبلينجز، الاخوان الطفل اللي عنده ويلسون ديزيز. لو بنعرف ويلسون ديزيز هو عباره عن اوتوسوماليستيف ديزيز، بالتالي جينيتك، فاذا موجود عند الطفل هذا ممكن يكون موجود عند اخوانه، وبالتالي ممكن اعملهم سكرينينج عن طريق الاشياء اللي سوينا، مثلا سيرم سيريولوبلازمين، او مثلا جينيتك ميوتيشن بنشوف الجين المسؤول عن هذا المرض. طيب البيليرياتريز، البيليرياتريز حكينا هو موست كومون كوز اوف دايركت بيليروبنيميا او دايركت جوندس عند الاطفال، اللي هو الباثولوجيكال حكينا دايركت. اكيد كيف نشخصه؟ حكينا ممكن بالابدومينال الترا ساوند. بالالترا ساوند ايش راح الاقي؟ يا ما راح الاقي الجول بلدر، لانه راح يكون في عندي مشاكل بيليرياتريز، بالتالي ممكن جول بلدر كلها ما الاقيها، او الاقيها تكون الريجولار شيب، او شيء بسموه اللي هو الترينجولار كورد ساين. هاي الاشياء مهم نحفظها، لانه غير الاوسكي ممكن نسال كمان عنها بالميني اوسكي، بالتالي خلينا نحفظها من هون ونخلص منها. ممكن نسوي الهايدا سكان او هيباتو بيلياري سنتيغرافي، او بسموها الهايدا سكان. هاي الهايدا سكان هي اكثر واحدة ممكن تساعدني بالتشخيص. ايش مبدا الهايدا سكان؟ انا بحقن ماده ملونه عندي بالفينز. هاي الماده الملونه بالوضع الطبيعي توصل عندي للليفر وتوصل عندي للجول بلادر، ومن الجول بلادر بقدر اشوف، يعني بصور وقتها المريض واشوف الماده الملونه وهي ماشيه بالبيلياري تري. اذا شفت هاي الماده الملونه وقفت عند حد معين، او صار في عندي اوبستراكشن بالتالي، او في بالبيلياري تري اتريزيا، بالتالي راح اشخص هذا المريض. ممكن كمان ليفر بايبسي بستخدمه للتشخيص، وفعليا الجولد ستاندرد عندي بالتشخيص، وغريب هو شوي، ولكن اللي هو انترا اوبراتيف كولانجيوغرام، يعني انا كل تشخيص هذا ممكن اعتمد عليه، ولكن الجولد ستاندرد اللي بحلف عليه 100% لما اخش اسوي عمليه لهذا المريض جوا العملية، بسوي له كولانجيوغرام، بحقن المادة الملونة وقدامي بشوف، إذا ما طلعت التري كانت عندي مسكرة، هون بحلف عليه 100% إنه عنده بيليري أتريزة. بالنسبة لمانجمنت البيليري أتريزة، في عندي بروسيجر بسميه اللي هو الكساي بروسيجر، أو مثلا ليفر ترانسبلانتيشن. إيش مبدأ الكساي بروسيجر؟ هو عبارة عن هيباتو بورتو انتروستومي، يعني أنا بدي أربط كونه في عندي البيليري تري صار فيها أتريزية مسكرة، معناته أنا بدي أربط هذا الجول بلادر بنفس الانتستن عن طريق هيباتو بورتو انتروستومي. هذا بالنسبه للمانجمنت لويلسون. بالنسبه للمانجمنت لا جوندس، يعني مثلا الطفل جايك جوندس بشكل عام، ايش هي اهم الاشياء اللي تسوي له اياها، خصوصا لو كان مثلا فيسيولوجيكال او باثولوجيكال في بدايته؟ فريكوينت فيدنج، دائما بنصح امه ترضع، تضل ترضع فيه، لما كل ما بترضع فيه كل ما الطفل بطل الديهايدريشن، قلت الانتيروبيك سيركيليشن اللي عندي، عم بطلع كل ما الطفل رضع، كل ما اخرج، كل ما اخرج معناته كل ما طلع معه وهو بالستول اللي هو البيليروبين، بالتالي بقل عندي الجونس. بالتالي فريكوينت فيدنج شود بي انكرج تو بروموت الجت كولونايزيشن اند فيكال اكسكريشن. اذا ما زبط عندي الفريكوينت فيدنج ممكن نلجا للفوتوثيرابي. الفوتوثيرابي مهم جدا عشان يمنع عندي الكيرنكتيروس بريفنشن. الفوتوثيرابي بحول عندي البيليروبين بكسره، بالتالي بمنع انه هذا البيليروبين يوصل عندي للبيزل جنجليا ويسوي عندي الكيرنكتشرز. اذا وصل عندي البيليروبين لليفل كثير عالي فوق ال 20 او 25، هون راح نلجا لاكستشينج ترانسفيوجن، نقل دم من هذا الطفل، او نعمل ترانسفيوجن لهذا الطفل اكستشينج ترانسفيوجن ونخفف من البيليروبين اللي عنده. حكينا قبل شوي عن مانجمنت لا سبيسيفيك كيسز، هاي مانجمنت بشكل عام للجوندس. حكينا مين لي ثلاث اشياء، فريكوينت بريست فيدنج او فريكوينت فيدنج عندي، ثاني شغله عندي اللي هي الضوء اللي هو الفوتوثيرابي العلاج بالضوء، واخر شيء عندي الاكستشينج ترانسفيوجن. هيك تقريبا بنكون لمينا بموضوع الجوندس، لمينا هيك ثلاث هستريات، النيونيتال دايركت، النيونيتال اندايركت، والتشايلد جوندس بموضوع واحد. زي ما قلت لكم راجعوا تذكروا اول صفحه عندي تاع الديفرنشال دايجنوسيس، فعليا كل العلم فيها او كل شيء بتحتاجه موجود فيها، وبالتوفيق ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه.